العديد من النساء من مختلف الأعمار بهدف الاسترخاء كطريقة فريدة من نوعها، نتابعها في تقرير صابرين أبو عبلة. هن نساء من مختلف الأعمار اجتمعن اليوم لهدف واحد، الضحك. هي فكرة اقتبستها السيدة نابتي من الدول الآسيوية لتقوم بتنظيم ورشات يوغا الضحك في الجزائر. الراحة، تحسي روحك مرتاحة، للمشاكل قاع يروحوا لك، تحسي روحك باش تحسي روحك مليحة. Ça permet de se détendre et de se relâcher. Et puis on n'a pas beaucoup l'occasion de rire dans notre société. Hein. Donc maintenant, c'est-à-dire le rire, c'est, ça permet de dégager. La première fois que je fais du yoga. Mais je pense que c'est une chose amusante, une chose mليحة pour l'être humain, pour se détendre. الاسترخاء، التنفس العميق وخصوصا الضحك هو ما تعتمد عليه ورشات يوغا الضحك، والمبادرة لقيت تجاوبا كبيرا. وصول دي ثيرابي جوست لو رير. دونك احنا اون اساي دركا بيسك ما كانش حاجه كبيره ولا ما طلبش حوايج كبار، نساي اون بارطاج سي دا مع لي كليون تاعنا. لا بيرسون تحس روحها مليحه، تحس براحه، اي اون جينيرال سورتو اون لو ريمارك في السومي. الرقاد تاع هذيك الليله راح يكون فريمون فريمون ريبوزون. على هذه لا بيرسون تحب وقد ما تمارسها اكثر اشاك فوا دونك يا ان ديبلوكاج يكون اكثر او نيفو دو ديافراغم دونك لا بيرسون تكون مليحه اكثر. يوغا الضحك مبادرة تشهد انطلاقاتها الأولى في الجزائر، وهي تعتبر أسلوبا علاجيا بامتياز لمواجهة الضغوط وتناسي مشكلات الحياة. وحول الموضوع أسعد باستضافة السيدة أمل نبتي، مدربة في تنمية الشخصية. صباح الخير سيدتي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سيدة نبتي. كما شاهدنا في التقرير هي طريقة ربما رياضية أو علاجية بطريقة طريفة، يعني عرفينا على هذه الرياضة، رياضة اليوغا. والله بون يوغا، يوغا الضحك يعني. انا ما نمارسش اليوغا اون جينيرال. وي احنا كما قلتي في البدايه مقتبسه من سي ازياتيك، وبعد درك رجعت لي سان كونتينون يعني بارتو، وهي الطريقه للعلاج وللراحه النفسيه في نفس الوقت. لكن مام كاين ناس يرتاحوا منها من مرض، يعني عده امراض يرتاح منها الانسان بهذه الطريقه، لانه وحنا نضحكوا بيسك يقول لك سي با on rit pas quand on est heureux mais c'est parce qu'on rit qu'on est heureux. Donc حنا كي نضحكوا نفرحوا، ولا نفرحوا كي نضحكوا ساي ديجا نفرحوا. دونك هنا سي في وقت كيما كنا نقولوا في الوقت تاع الضحك لي ميسكل تاعنا كلها يتحركوا. دونك يا سيغتان ميسكل هذوك اللي كيتحركوا يكسيتيو سيغتان هرمون، وهذوك يخلقوا عندنا لهرمون دو بونور. دونك ترجع العبد يتسون بيان. دونك سي ان سبور اللي كلشي يتحرك في لا بيرسون. نعم سيده نبتي، ما هي الفوائد الجسديه لليوغا الناحيه الجسديه؟ من ناحيه جوستومون احنا الانسان ما نقدروش نفرقوا الجانب الجسدي والجانب الروحاني، هما مربوطين. يكونوا مرتاحين روحانيا الجسم تاعنا يكون مرتاح، والعكس صحيح. دونك هنا احنا في اليوغا الانسان يتنفس يا بوكو بلوس تنفس، لان احنا بهذه الطريقه كاين تنفس. الاكسجين يلحق للمخ ويلحق لكل الاعضاء. دونك مادام الاكسجين يلحق يعني كاين غذاء للمخ وكاين الاعضاء، دونك هذه اللي تعطي راحه للانسان. وفيما يخص يعني الجانب النفسي جستمو، راحة نفسية وجسدية، لأنه هنا يتغذى المخ بالأكسجين. دونك يكونوا كما قلت هذه الهرمونات الفرح يسموهم لي زورمون دو بونور. دونك هنا ترجع لا بيرسون اوبتيميست، دونك ترجع لا بيرسون متفائلة، ترجع ثقتها بنفسها تقوى لها بيان سور، لأنها تحس بقوة في داخلها، يزيد حبها وتقديرها لذاتها. دونك وهذه الأشياء كل اللي تسمح لها باش تنجح في حياتها، لأن احنا الهدف الرئيسي تاعنا هي التنمية الشخصية. دونك لا بروسبيريتي تاع لا بيرسون، وهذه تخليها تسهل لها باش تحقق أهدافها وباش تكون فرحانة. يعني ما هي أول الأساسيات التي يقوم عليها مثل هذه الرياضة؟ كيفاش أول الأساسيات؟ يعني ما هي الأساسيات على مدى تعتمد ربما على الاسترخاء، ربما على العقل، ارتباط العقل مع يعني هناك يعني الحس والعقل. وي دونك احنا أول شيء هو تبدأ بالجسد. دونك باسكو ما يقول لك اسكو ليموسيون اللي تسبق لو كومبورتمون ولا كومبورتمون اللي يسبق ليموسيون. دونك احنا في هذه نبداو بلو كومبورتمون.
دونك الجسد يا بعد كي نبداو بهذوك التحركات يبداو لي ميسكول يتحركوا وحنا نبروفوكي وحنا نبروفوكي الضحك دونك هنا تبدا الاحاسيس تتحرك دونك يبدا لو سنتيمون هذاك دو بونور لو سنتيمون دو بيانات هو يبدا دونك يتعتمد في البدايه على الجسم ومن بعد الكومبورتمون اللي بتحركات الجسم هو اللي يبروفوكي واش كاين في العقل. من هم الاشخاص اللي ربما يستعملوا اليوغا اللي لازم يستعملوا اليوغا؟ هو والله يعني كل شخص يعني بعض المواطنين الجزائريين ما يعرفوش ما هاد مثل مثل هاد الرياضه يعني هي علاج ايضا هي علاج هي علاج كاين امراض بزاف كما قلت كاين سكون من بين الامراض يعني ما هي الامراض لا ريغوثيرابي بون كاين امراض نفسيه باغ اكزومبل لا ديبرسيون باغ اكزومبل كونت يا لي كريز دونغواس هاد لي شوز هاد دونك سا ايد بوكو وكاين باغ اكزومبل بروبليم ديجستيف يعني مشاكل سورتو حنا كيشتي جايين من الستريس فوالا من جايين هذو كل الامراض دركا عاد نص الامراض جايه من الستريس دونك وهي هذه طرق اونتي ستريس دونك بلوس نحي هذا يعني تنزع القلق يعطيك الصحه دونك تنزع القلق دونك تروح الامراض هذه دي هل يمكن ربما للمراه الحامله انها تمارس اليوغا نو تمارس اليوغا داكور مي ماشي يوغا ضحك نو اليوغا ضحك لازم حتى يكون موافقه على الميديسان تاعها نعم وهل توجد يعني ربما مستويات معينه اليوغا بحسب كل حاله يعني اليوغا اون جينيرال ما عنديش عليه باش ما ندخلش في امور يعني يوغا الضحك يوغا الضحك لازم باك ناخذوا بعين الاعتبار الناس لي زيبر طونجو كيما قلتي لي بيرسون اللي عندهم انسانت لي بيرسون اللي عندهم بروبليم كاردياك هذو لازم نكونوا ناخذهم بعين الاعتبار ولا يشوفوا مع الميديسان تاعهم ولا سينو اي شخص في اي سن يمارس يوغا الضحك وما كان حتى مشكل فيها نعم سيده نبتي شاهدنا في التقرير ربما اقتصرت يوغا الضحك على النساء فقط يعني لماذا لا تكون هناك دورات للرجال والله جوستمون طلبوها يا بعد والبارح يا بعد كي كنا كان سيدات ازواج تاعهم طلبوا هذه من هنا احنا لانه مالفين دائما نديروا لي زاتولي نديروا الورشات للنساء في التنميه الشخصيه دونك كيفاش يقوا ثقتهم بنفسهم كيفاش هما يحبوا يكونوا نساء في النساء لان تكون مرتاحين اكثر لا تكون يعني ربما دوره خاصه ما يكونش ربما خليط بين النساء والرجال تكون هناك دورات خاصه للرجال ولا البنات يعني حتى الرجال عندهم يعني يحبوا يتعلموا ولو حتى هما عندهم ستريس وحتى هما عندهم وجوستمون وحنا البارح خممنا كي طلبوها منا قلنا وعلاش ما نديروش لي فامي دونك تحضر توت لا فامي الرجال والنساء والاخر وان شاء الله مام في او نيفو دي زونتربريز يعني المؤسسات ما كانش مشكل يعني بالعكس احنا ماذا بينا ناكل بيسك قد ما تكون لا سوسيتي تاعنا مرتاحه قد ما معناتها ننجحوا في جميع الاطارات ان شاء الله جميع الميادين نعم سيده نبت ربما عندك معلومات عن اليوغا يعني اليوغا عامه هل يعني صحيح ان اليوغا تساعد على خفض الوزن وي من ناحيه الاسترخاء وي. من ناحيه وي كاين يوغا سبيسيال سبيسيال مش انا اللي نمارسها مش انا مي كاين يوغا باش تخفيض تخفيض الوزن دوك عادو كاين بزاف الامور ميم بلا بي ان ال بالبرمجه اللغويه العصبيه كاين طرق ثانيتك بالاسترخاء لتخفيف ثانيتك الوزن دوك يعني مش غير الريجيم لانك ما ترجعيش للاواعي الوزن ما ينقصش ينقص وبعد عاد يرجع نعم ربما هذا العلاج هو جديد يعني كيف نقدروا انه نرسخوه عند يعني كثقافه عند المواطن الجزائري والله شوفي يعني هذه بالتجربه درك كي بديت يا بعد في التنميه الشخصيه كانوا يقولوا لي بلي هذه مش تاع المجتمع تاعنا مي المجتمع تاعنا كاي مجتمع وبالعكس عندنا تقبل وعندنا انفتاح مي جوست نعرفوا برك كيفاش نوصلوها للعباد ونبداو بشويه مش بالضغوطات لانه اي انسان يحوس على راحته دونك كي يشوف كاينه نتيجه راح يجي يعني بصح برك نكون عندنا شويه صبر ونبداو بشويه مع الناس نعم سيدة نبتي يعني اليوغا هو ربما الربط بين العقل والجسم يعني أنت كمختصة يعني في تنمية الشخصية والمؤسسات كيف يتم الربط بين هذا الثلاثي ربما بين العقل والجسم والنفس شوفي العقل والجسم والنفس كما قلتي هما ثلاثة مرتبطين ما نقدروش نفصلهم على بعضهم ما نقدروش نقولوا أني مليحة هنا ونخلي الزوج الاخرين امبوسيبل دونك احنا نبداو دائما بالجهة الأساسية الجهة لازمه يعني وهي اون جينيرال سي الجانب الروحاني دونك قد ما نقويو الجانب الروحاني وعلى هذا اليوغا تعتمد على هذا الجانب قد ما نقويوه
لتحت لا غولاسيون ما بين الجسم والذهن راح تكون سهله. وعلى هذه احنا بهذه الطرق تاع الاسترخاء واليوغا وهذا مثلا يقوى التركيز عند الانسان، تقوى الذاكره تاعو، تقوى دونك ننجحوا في جميع الميادين، دونك ذهنيا باغ اكزومبل لي زيتود ولا في الدومين بروفيسيونيل ولا ينجح الانسان. دونك بهذا ثانيتك الانسان يكون مرتاح، دونك الفونكسيونمون تاع لو كور تاعو يكون كلش مرتب، دونك ثانيتك رايح الجسم تاعو ما يكونش كاين فيه امراض، لانه الامراض احنا يعني احنا بوكو بلوس نوصلوا روحنا ليها اللاواعي. يعني هل ستكون ربما جلسات كنت حضرتي معنا يعني كي كانوا بعض التلاميذ يجوزوا البكالوريا، ربما هل هالجلسات يعني تساعدهم يساعدهم على التركيز على الوعي ومالفين نديروا جلسات استرخاء تحضر الامتحانات، يعني مالفين دائما سورتو الزلاف تاع التيرمينال. نعم، هل يمكن ربما كيما يوغا الضحك ممارستها يعني ربما في العائله؟ وي دايوغ احنا كي نكملوا دائما لو طرافاي تاعنا نطلب منهم كل واحد يروح يمارسها في لا فامي تاعو. ربما يعني بعد كيما الاباء كيما ربما تكون الجده ما تعرفش كيما هاد يعني كيفاش حتى نقدروا نفهموها واش نادي يوغا الضحك. ولا كيما لاحظت كي شتي معنا كانوا نساء يعني فايتين 60 هي مش تحتاج باش تعرفيها بزاف، قولي لها برك نبدا على الاول هاي الفائده تاعها وتبعيني. ولانه ما قلتلكش ان الفائده تاعها تكسر اللي عنده لا تيميديتي دونك تكسرها، اللي عنده نقص ثقه ربما فوالا الكبت تخرج نقص ثقه تقوي ثاني الثقه. دونك حنا كي نبداوها في لا فامي بيسك حنا دائما ما فينا نقولوا بلي في لا فامي الجزائريه عندنا لو بروبليم تاع كومونيكاسيون، دونك كي نبداو نمارسوها ديجا نبداو نكسروا هذا عوائق يعني الحاجز اللي يكون ربما يكون ما بين الابن والاب تاعو خاصه فوالا. دونك بهم بهذا اللي خلاص العبد يرجع دي كونتراكتي، دونك هنا نقويو الاتصال. نعم سيدة نبتي، ربما حتى راح يكون عندكم مشروع في 22 من هذا الشهر ان شاء الله. في 22 راح يكون كاينه دوره لبي ان ال البرمجه اللغويه العصبيه. دونك هنا الهدف منها هو التغيير. دونك كما قلت لك احنا الهدف من التنميه الشخصيه هو دائما التغيير الايجابي. دونك في هذه الدوره رايحين نساعدوا الانسان. بون هي كاين اتيستاسيون مي الهدف منها بوكو بلوس مش لاتيستاسيون، سكو يكون تغيير جذري عند الانسان. دونك كيفاش يغير الاعتقادات السلبيه تاعو، كيفاش يعرف يحط اهداف للمستقبل تاعو، كيفاش يعود يفرق ما بين واش كاين صح الواقع وش هو يظن. دونك يعود يفرق باللي مش كل شيء يعتقد هذا هو صحيح. دونك هذا هو اللي رايح نديروها، راح تكون نيفو 1 يبدا جوستمون لو 22 بيسكو فيها دي نيفو. وبخصوص المشاركين المهم يكون من ديزادولت يعني من 18 ans وطلع يعني من المستحسن باش. وهنا نساء ورجال يعني مش كيما مالفين لا لا راح يكون نساء ورجال ورجال ان شاء الله تكون متوافقه مع تبدا الدوره دورات هذو اللي يكونوا على السنه كل للتلاميذ تاع المستويات الثلاثه ثاني كيفاش تقوي الشخصيه جوستمون الشخصيه تاعهم كيفاش تركيزهم كيفاش الاستيم تاعهم تكون ربما حتى الاباء يعني الاولياء يقدروا يحضروا. لا الاولياء نديروا لهم وحدهم فقط الاولياء نديروا لهم وحدهم مي هذو تاع الاطفال التلاميذ يعني في كل واحد السن تاعو راح تكون توت لون دلاني ليهم وحدهم او ميم طون الدراسه او ميم طون شخصيتهم. نعم سيدة نبتي، ربما كسؤال أخير، نشاهد في التقرير الحركات، هذه حركات يوغا الضحك هل هي حركات خاصة بهذا اليوغا؟ وي هي حركات مدروسة، كل حركة عندها معنى. ربما حركات رفع الأيدي أكثر. لا ولا كنرفعوا بون كان بزاف رفع الأيدي كان الفوق نكونوا هنا باش نبداو نكريو لينيرجي نبداو هذاك. وكاين مثلا تحكي هكذا سي تاع الاستيم يعني شعور ولا تاع الحب الذات. احنا عندنا